لأنه جمال بالماضي دار عمل كبير جدا. هل يقدر يجيب لنا لاعبين جيدين؟ ما ناش عارفين. مكتمل اللي جابوا جمال بالماضي، ومستقبلا راح نشوفوهم نجوم كلاف الدوري الإيطالي اللي هو مهدي دورفال. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على المدرب السابق جمال بالماضي للمنتخب الوطني. جمال بالماضي راح، ولكن حاليا خلى عمل كبير جدا وسهل المأمورية على الاتحادية الجزائرية وحتى على المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في اللاعبين اللي استدعاهم جمال بالماضي وفي اللاعبين اللي جابهم جمال بالماضي للمنتخب الوطني. لأنه جمال بالماضي دار عمل كبير جدا في السنوات اللي كان فيها على رأس المنتخب الجزائري، واستدعى لاعبين شبان، لاعبين رائعين، لاعبين مواهب رايحين يقدموا الإضافة مستقبلا ويكونوا نجوم في المنتخب الجزائري. شكون هم هاد اللاعبين اللي استدعاهم جمال بالماضي؟ بالماضي استدعى بوعناني اللي كان محط أنظار المنتخب الفرنسي، جابوا وسرقوا من المنتخب الفرنسي وحاليا يمثل المنتخب الجزائري. لاعب موهبة رائع جدا. عندك أمين جويري لاعب رائع، عندك جيتون كيفن جيتون، عندك ياسر العروسي، عندك حجام اللي هو كذلك خطفه من المنتخب الفرنسي، عندك رايان ايت نوري لاعب رائع جدا. شكون ايضا عندنا؟ فارس شيبي، عندنا رامز الزروقي. صراحة لاعبين رائعين وجيدين. الى حد الساعة حسبنا 8، اذا نسيت كش لاعب اخر كتبونا في التعليق. ايضا موندريا الحارس اللي جابه جمال بالماضي. هاد اللاعبين كلهم تقريبا فريق كامل ومكتمل اللي جابوا جمال بالماضي، ومستقبلا راح نشوفوهم نجوم يقدموا الإضافة. هل بعد رحيل جمال بالماضي راح نشوفوا لاعبين آخرين جدد مزدوجين الجنسية راح يجيوا للمنتخب الجزائري ويمثلوا الجزائر؟ هل الاتحادية الجزائرية راح تكمل هذا العمل ويجيبوا لاعبين، أو أنهم راح يعتمدوا على اللاعب المحلي، أو ممكن يديروا أي طريقة أخرى؟ صراحة أنا نشوف أنه بالماضي صراحة عمل كبير جدا، وما هذا الطريق بطريقة كبيرة جدا للمدرب الجديد اللي هو حاليا موجود فلاديمير بيتكوفيتش، وسهل المأمورية بحكم أنه جمال بالماضي هو أيضا مزدوج الجنسية ويعرف أيضا العقلية تاع هاد اللاعبين، عرف كيفاش تواصل معهم، عرف كيفاش يقنعهم باش يجيوا ويكونوا في المنتخب الجزائري. هل راح ينجح المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بإقناع اللاعبين الجزائريين وبالتواصل معهم بالطريقة الجيدة؟ نعم أو لا؟ حاليا مازال ما ناش عارفين. بالك الناس يقولوا لي أنه رفيق جيتان أنه خلاص جاء. رفيق جيتان من قبل كنت تكلمنا عليها، من قبل ما يعلنوا على تواجد فلاديمير بيتكوفيتش كنت تكلمت عليها في فيديو سابق وقديم جدا ارجعوا له، وكان تكلم في لايف رفيق قيطان وقال اني اخترت الجزائر وراح نمثل الجزائر ونكون مع الجزائر، لانه جاء الاختيار برغبة اللاعب بدون محاولة اقناع. اللاعب هو من الاول كان حاب انه يمثل الجزائر وحلمه انه يلعب مع الجزائر. لهذا الامر هذا اللاعب كان مأمورية سهلة جدا، ولكن انك تقنع لاعب يكون فرنسا حباته وهو مازال ما هوش مقرر، هذا الامر هو الصعب جدا. نشوف هذا المدرب هل يقدر انه يقنع من لاعب مثل ياسين عدلي؟ هل يقدر يجيب لنا لاعبين جيدين؟ ما ناش عارفين. على كل حال نتمنى الاتحادية الجزائرية تحاول انها تدير عمل جيد مستقبلا ونشوفوا لاعبين جيدين بالاخص في الدفاع، لانه كي نشوفوا اللاعبين المهاجمين عندنا لاعبين جيدين، وكي نقولوا في الدفاع راني نتكلم على اللاكس. لازمنا سانك يكون قوي في وسط الدفاع، ولازمنا كات يكون قوي، لانه اللاعب ظهير ايمن وظهير ايسر عندنا بالجمله اللاعبين تاع الظهير ايمن والظهير ايسر عندنا غير هما، الاظهره غير هما الموجودين في المنتخب الجزائري، ولكن ينقصنا لاعبين اللي يكونوا في وسط الدفاع في المنتخب الجزائري، ولازمنا لاعبين في المستوى العالي، لانه كي نشوفوا عيسى ماندي السن صار كبير، المستوى متذبذب ماهوش يتألق. ما عندنا شكون تعول على توغاي كوارث، شكون تعول على توبا صراحة ليس بذلك المستوى الكبير والمقنع. عندك إلا
رامي بن سبيني. من غير رامي بن سبيني لا يوجد نهائيا. إذا عندكم أي اسم تشوفوه يقدر يلعب جيد في وسط الدفاع في المنتخب الجزائري اكتبوا لنا اسمه في التعليق. وأما بالنسبة للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش واستدعائه للاعبين المنتخب الجزائري واللاعبين اللي ممكن يستدعيهم في التربص القادم اللي هو التربص في شهر مارس اللي هو قريب رانا فيه إن شاء الله، تمنوا التوفيق للمنتخب الجزائري. القائمة الموسعة اللي راح يدير هذا المدرب أكيد راح يبني على القائمة اللي دارها جمال بالماضي قديما ويزيد عليها ويضيف عليها بعض اللاعبين حسب رأيه هو وحسب اختياراته وحسب اللاعبين المتألقين في هذه الفترة. بالنسبة لي من بين أفضل اللاعبين اللي يقدر يستدعيهم هذا المدرب اللي هو اللاعب في وسط الميدان اللي هو عبدلي. حماد عبد اللي بالنسبة لي تظلم بزاف وغيبوا عن المنتخب الجزائري رغم أني نشوفه أحق بالمكانة في المنتخب الجزائري بالأخص في كأس إفريقيا الأخيرة. شفنا كأس إفريقيا الأخيرة أنه جمال بالماضي لم يستدعي عبد اللي، استدعى بن ناصر واستدعى عوار، وفي نفس الوقت عوار وبن ناصر ما شاركوش وما لعبوش في كأس إفريقيا. يعني كان من الأفضل والأحسن استدعاء حماد عبد اللي اللي كان متألق مع نادي أونجي ولاعبنا نشوفه رائع جدا، صاحب إمكانيات كبيرة جدا ويقدر يقدم إضافة رائعة للمنتخب الجزائري. حماد عبد اللي لاعب رائع بأتم معنى الكلمة، وما تنساوش تعطونا رأيكم في هذا اللاعب. أنا نشوف أيضا أن اللاعب عبد القهار قادري كذلك يستحق الاستدعاء للمنتخب الجزائري لأنه راه متألق منذ أكثر من موسمين، لاعب يقدم في موسم رائع جدا هذا الموسم ما شاء الله، ليسجل أهداف صانع الفارق بأتم معنى الكلمة. حاليا هذا اللاعب محط أنظار العديد من الأندية، نتمنى له كل التوفيق. مهاجمين أنا نشوف حاليا كي تشوف عندنا بغداد بونجاح، عندنا إسلام سليماني، كبيرين في السن كبار في العمر، يعني كي تشوف في الساحة ما كانش لاعبين رأس حربة تقول هذا راح نهاولوا له. صحيح عندنا أمين قويري ولكن شكون آخرين؟ عندنا عمورة أوكي مش مشكلة. أنا نشوف أنه يقدر يستدعو منصف اللي هو حاليا يلعب في الدور الأمريكي، يقدروا يجيبوه للمنتخب الجزائري ويعطوله الفرصة ونشوفوه وش يقدر يقدم هذا اللاعب. إذا تألق وإذا قدم الإضافة للمنتخب الجزائري يستمر، إذا ما قدمش الإضافة أكيد أنه المدرب ما راحش يزيد يستدعيه مرة أخرى. وبالنسبة للمدافعين أنا نشوف هناك لاعب في الدوري الإيطالي اللي هو مهدي دورفال. هذا اللاعب لعب في المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، صاحب إمكانيات رائعة جدا. مهدي دورفال لاعب رائع، أنا نشوفه أفضل بديل وأحسن خيار أنه يكون متواجد في المنتخب الجزائري باش يكون بديل ليوسف عطال. لاعب رائع جدا، ستيل تاعه مارسيلو البرازيلي، سوى في تسريحة شعره سوى في شكله سوى في قصر قامته سوى في إمكانياته، صراحة مارسيلو الجزائر بيتم معنى الكلمة. أتمنى أنه هذا اللاعب يستدعيه للمنتخب الجزائري. أنا نشوف هذا اللاعب إمكانياته أفضل من كيفن جيتون بكثير جدا ويقدر يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري لأنه لاعب قوي دفاعيا بدنيا قوي جدا، فيزيكمو ما شاء الله عليه ما يعياش طالع هابط، هجوميا يقدم الإضافة، عنده توزيعات وتمريرات وعرضيات جيدة ورائعة جدا، يعني لاعب متكامل بأتم معنى الكلمة، مدافع عصري. نتمنى ونشوفه في المنتخب الجزائري. مهدي دورفال لما لا تتعطالوا الفرصة في المنتخب الجزائري. ما تنساوش تعطونا رأيكم أيضا في هذا اللاعبين اللي تكلمت عليهم، وما تنساوش تضيفونا أسماء أخرى يستحقون أنهم يكونوا متواجدين في المنتخب الجزائري. كل حب والاحترام لكم والتحية للجميع والتحية للجزائر وكل أبناء الجزائر. السلام عليكم.